the priority is that we consult with the Iraqi people. We decide, hear from them what they want, what they need, and to take care of the food situation, the electricity situation, the security situation, and to do all these essential things. وقراءته لسورة الفاتحة على أرواحهم الطاهرة تعبيرا الشعب عانت مع فإن مشروعنا أيها الأحبة الكرام هو مشروع عراق المستقبل واسترداده قبل كل شيء سيادته الوطنية على كامل ترابه وأن يستدب الأمن والاستقرار في ربوعه والعمل وبجد وبدون كلل لإعادة الخدمات الأساسية إلى المواطنين إلى القبور الملكية التي دفنت فيها